وصلوا في هذه المرحله القرارات ديال انهم ينفصلوا عن ازواجهم بسبب كما كنقولوا حنا بداري شتنا نقير الكثير. هذاك النقير بعدا باش نطلق منه هو عنف نفسي. دونك ظاهره العنف ضد النساء هي ظاهره كما قلتي عالميه، ظاهره كونيه كتعرف جميع بلدان العالم، واكيد قد ما كانت الدوله اكثر تخلفا الا وكانت ظاهره العنف اكثر استفحالا، هذه مساله معلومه. ولكن فيما يتعلق بالمملكه المغربيه او في بلد ديالنا احنا في المغرب، كنعرفوا بانه كانت واحد مجهودات كبيره لمجابهه هذه الظاهره. عندنا المندوبيه الساميه للتخطيط من سنه 2009 كانت دارت واحد التقرير اللي خلصت فيه بان ظاهره العنف كتشكل 63%، بعد 10 سنوات 2019 انخفضت نسبه 57% بعد ما صدر القانون 1303 المتعلق بمكافحه العنف ضد النساء. ولكن من جهه القانون او جا مرسوم القانون المتعلق بفرض حاله الطوارئ الصحيه، كنلاحظوا بان نسبه العنف ارتفعت بشكل كبير، فقط ماشي من خلال الارقام اللي هي مضبوطه ما عدا بعض الجمعيات اللي قامت بعد الدراسات وبعض او انجزت بعض الارقام، منها الفيدراليه رابطه حقوق النساء اللي متواجده معنا الان، داروا مجموعه من الارقام اللي حددوا فيها واحد الحجم كبير ديال ظاهره العنف، ولا سيما منه العنف الزوجي اللي وصل ل 91.7% كما جاء في البلاغ اللي صدراتو فيدراليه رابطه حقوق النساء بالمغرب. هل فعلا تم رصد ارتفاع لنسبه حالات العنف الزوجي او العنف بصفه عامه ضد المراه؟ مساء الخير ومساء الخير لك المشاهدين ولضيوفك. بالنسبه للبنان هو بدي اكد على اللي قالته استاذي سعاد، وفي اشياء زياده عليا. ارتفعت الاعداد، يعني قوى الامن اللي عم بيراقب الخط الساخن اللي بيتصلوا عليه النساء المعنفات، عملوا مقارنه انه ازدادت 100% عن اذار 2019. كمان بالنسبة لنحن شغلنا، وكوني أنا بشتغل مع جمعيات بتساعد النساء المعنفات، عدد الحالات ازدادت تقريبا بالنسبة بس للخط الساخن للجمعية اللي أنا بشتغل فيها تقريبا 30%. والملاحظ أنه كانت التواصل النساء معنا عن طريق الكتابة أكثر من الاتصال والحكي، لأنه أكيد هي بتكون مع المعنف داخل البيت. في ضغوطات كتير على المرأة، ما عم تقدر تكون عم تتواصل وتطلب المعونة القضائية أو النفسية. أولا مثل ما حكيت استاذ سعاد، وبزيد أنه عنا بلبنان في مشكلة عدم وجود مأوى، يعني إذا المرأة خرجت من بيتها لوين بدها تروح؟ ما بتقدر تروح على مطرح، يعني لا تجي على بيتها. المعنفات ما في مأوى للمعنفات، في عدد من المأوى اللي محدودة والصغيرة واللي بتخصصها عدد من الجمعيات، بس هيدا يعني لا تكفي. ما في مأوى تشرف عليها الدولة اللبنانية، اللي هي منصوص عنا بقانون حماية النساء من العنف، بس هيدا بعده ما انوجد. الشغلة الثانية كمان اللي النساء بتتعرض لها بلبنان، كوننا نحن كل قوانين المرتبطة بالأحوال الشخصية من طلاق ونفقة وحضانة وإطاعة، كلها هي معلقة بالمحاكم الشرعية اللي هي بيشرف عليها قضاة من رجال دين. فبتكون كمان عملية طلب الطلاق أو النفقة شوي صعبة لإلهم، وهن بيكونوا قدام خيارين، يا إما بيبقوا مع المعنف أو بيظهروا من البيت، بس بيكون في عندهم تهديد أمامهم إنه هل بدهم يخسروا يا النفقة يا أولادهم بهذا الموضوع. فمن هون كمان بكونوا بيسكتوا وبيقعدوا بالبيت. وأنا ما بقول كمان إنه هيدي الأعداد أكيد في أعداد أكبر بكتير منا،
من هاي النساء اللي تواصل اللي تواصلت واللي اتصلت وبعض او بعضها مخبيه، وخاصه كمان زادت اكثر بالوضع الاقتصادي المتردي جدا. ما بعرف اذا كمان سمعتوا عن الوضع الاقتصادي اللي حاصل بلبنان والافلاس وانهيار العمله، كله هيدا عوامل، كله ضغط أدى ضغط على المرأة أنه تتحمل العنف وأنه ما تحكي كمان. حنان اليوم أنت ربما كتعيشي بباريس، ولكن راه هناك جزء منك كين في المغرب، فبصفة عامة يعني ملي كتحطي في الصورة وفي المقارنة، شنو هي القراءة اللي يمكن أنك يعني تحطيها في تصور ديالك أمامك في التعامل مع هذه الأزمة؟ التعامل مع هذه الأزمة تريدين القول يعني مستقبلا أو لا قراءة بشكل عام يعني اللي فات؟ قراءة بشكل عام، شنو اللي وقع إلى غير ذلك؟ يعني أنت كإعلامية كنت قريبة من الحدث، عايشي الحدث في بلادك وعايشي الحدث أيضا خارج بلادك، يعني كيفاش كتشوفي الأمور التطورات ديال هذا الفيروس هذا؟ شوفي سكينة، كاينه واحد النقطة مهمة جدا اللي ربما المغاربة بزاف المغاربة ما عارفينهاش، بحكم أنهم لا يعيشون في فرنسا ولا يعرفون تفاصيل صغيرة اللي كما يقال الشيطان يكمن في التفاصيل. فرنسا في فترة من الفترات نقلت الإنتاجية إلى بلدان أقل كلفة كالمغرب أو تونس، يعني شمال إفريقيا إلى إفريقيا في إفريقيا الوسطى إلى أوروبا الشرقية، وبالتالي تخلت عن الإنتاجية الداخلية. لما جاء كورونا الناس كيقولوا بأنه فرنسا لا تستطيع أن تنتج كمامات وما إلى ذلك، أولا لأنه فرنسا لما بدأ فيروس كورونا بالانتشار في الصين لم تفكر ولو لوهلة بأن الفيروس سيصل إلى فرنسا، وبالتالي بعثت بكل شيء إلى الصين. ولما احتاجت فرنسا في وقت الحجر، لما أعلنت عن الحجر واحتاجت إنتاج كمامات، ليست هناك يد عاملة تنتج الكمامات وليست هناك مصانع يعني بشكل كبير بحال اللي توفر عليها المغرب، بحكم أنه عنده كانت عنده يد عاملة توفر إنتاج الكمامات بشكل كبير جدا. هذا من واحد الناحية، بالإضافة إلى أسباب سياسية وما إلى ذلك. ربما احنا في فرنسا أي حاجة كيخصها تخاد أو أي قرار يتخذ فيتم التصويت عليه أولا في مجالس معينة كمجلس الشيوخ، الحكومة تتخذ قرارات معينة ولكن ليست هي الوحيدة الموجودة في البرلمان، هناك أكيد يعني أحزاب أخرى تصادق على المشاريع وما إلى ذلك. هذا هو الشيء الذي غاب من ناحية انتقاد فرنسا، من علما أنها اتخذت الإجراءات في وقت متأخر جدا، يعني ربما احنا اتخذنا الإجراءات في نفس الوقت اللي اتخذها المغرب، اتخذناها في وقت متأخر بزاف، والفيروس دخل وكانت هناك بؤر انتشار وإحنا مازال تنهضروا في الحكومة الفرنسية هل نسدوا الحدود لا واش نعملوا كذا. المهم، ما هو تصورك تجاه الأزمة، خاصة وأنه كما قلتي يعني الشعب اللبناني كان أوعى بكثير من المساطر والإجراءات ربما التي قد تتخذها الدولة، فنظرتك القريبة وليست البعيدة عن يعني كيفية التعامل مع هذه الضائقة العالمية ومع الظروف الخاصة التي تعيشها لبنان؟ هلا هو بالحقيقة رح تكون تمني أكتر من نظرة، لأنه هلأ نحنا صرنا محجورين تقريبا من أول أدار يعني مارس، فبتحس إنه الشعب اللبناني بلش يختنق شهرين بالبيت، يعني إنه العالم خلص بدها تروح تظهر وخلص، انه نحن التزمنا شهرين وما صار لنا شيء وقدرنا حصرنا العدد، ومنظمات عالميه عم بتتغنى بلبنان وكيف قدر الشعب اللبناني انه يحصر كورونا وفجاه نحن ننتشر وينتشر معنا الفيروس. هذا اللي انا خايفه منه صراحه، يعني خاصه انه مثل ما سبق وذكرت انه ما في هالاجراءات مثل الدول الاوروبيه، مثل الدول فعلا متقدمه، عم بحكي عن اجراءات للدوله يلي عم بتعقم كل شيء، عم تنتبه، عم بتحط اشارات، عم تعمل، عم بتشيل، عم يعني ماشي الدوله الى جانب المواطن. نحن لا، هون المواطن ماشي الى جانب نفسه، يا ربي نفسي، انا خايف على نفسي، انا ملتزم بحالي.
بدي اتمنى هيدا تمني انه نحن كشعب نكفي وما نستهتر ونقطع هالشهرين بعد على خير، مع انه مثل ما قالت ايمان كل شوي بتطلع دراسه جديده، كل شوي بيطلع لنا اقتراح جديد. كورونا بينتهي بحزيران، لا رح يضل سنتين. انا مع مجموعه من الاعلاميين بجروب واتساب عم نحكي انه يا جماعه يمكن نضطر نعود للحياه العمليه مع كورونا لمده سنتين، ما بدنا نعمل. فكل شوي بتطلع خبريه من هون الله يا ملا ساعتين ساعتين عامل ربنا الوحيد اللي قادر انه يساعدنا ويقوم فينا من هالمصاب الأليم اللي كل الكرة الأرضية للأسف مهتزة فيه. الواقع هو هذا غيسلط الضوء على واحد النخبة اللي أكيد أنه برزات الأهمية الكبيرة ديالها وكان دورها فعال خلال هذه المرحلة هذه. كيفاش عشتوا التجربة خاصة وأنه يعني حكم أنكم كتشتغلوا بطبيعة الحال بالعناية المركزة، يعني أنتم في قلب الحدث؟ كان خدم أنا في المستشفى اللي فيه كله تحول، يعني الكوفيد دابات ديال يعني كوفيد 19 حولنا تقريبا جوج ديال الإنعاشات كاملين كنديروا فيهم الكوفيد اللي هما كيكون فيهم انتوبيتد بيشنت، يعني بالتيوب داكشي اللي كيكونوا عايشين في الميكانيكال فنتيليشن. وحولنا ثلاثة ديال الفلور كاردياك الفلور والنيورولوجي فلور والتي سي يو هما كيكونوا ستيب داون من الاي سي يو، كلهم حولناهم للإنعاش يعني تقريبا الفنتيليشن. دونا محاولة أننا استطعنا أننا نستعملوا يعني الباي باب، ما عرفتش كيفش غادي نقولها بالعربية. باي باب هو واحد الماشين اللي تنديرو على التنفس اللي كتساعدك تنفس in and out الداخل والخارج، وعطاتنا يعني تجارب لي مزيانة نستيرف يعني احنا دونا دابا اي واحد كيجي عندنا اللي هو تيحتاج more than 4 liter oxygen كيحتاج 4 ديال لير ديال الأكسجين ديرك سمو تنحطهم في فنتيليشن. سو دابا واش ولينا كنديروا ولينا تنديروا الباي باب وعطانا نتائج اللي هي ايجابيه بزاف مقارنه مع الحالات. كيف ما قالوا الاخوات قبل مني كان واحد الخوف كبير خصوصا انني انا الخدمه ديالي كندير نيرس براكتيشنر كنخدم مع الهوسبيتالز جروب، ملي كيبغيو يدخلوا شي واحد من الامرجنسي تيعيطوا لي تيقول لي والله عندنا بيشنت is covid roll out or covid positive. يعني كتربطي ربما من 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 الاستقبال الامرجنسي، ملي كيجي مريض الامرجنسي يعني من المستعجلات تيعيطوا لي من بعد صافي انه غادي يدخل المستشفى، ملي كيبغي يدخل المستشفى انا الاولى اللي تنشوفه. كنتي فاش المدفع على كندير الاجراءات الاوليه، خصني نمشي كندير لي ليكزام فيزيكال اكزام كندير البرايمري اوردرز كاع الاوردر كاملين، وكنقرر واش هاد البيشنت شنو الفلو اللي ممكن يمشي وشنو هما الحالات اللي كاين. يعني في السيمانه اللي انا رجعت دخلت، اللي انا كنخدم سيمانه 7 اون و 7 اوف، ملي رجعت دخلت لقيت المستشفى ديالنا كله تيرن كوفيد واز ا بيت سكيري. يعني المنظر كان شويه مرعب انه خرجتي 7 ايام دخلت ما عرفناش كيف ما قالوا الاخوات ما عرفناش يعني كتحاربي شي حاجه غير مرئيه ما تنعرفوش شنو كنديروا. سيكند ثينغ واش لان هاد الحالات بداو عندنا قبل الى باقا كنعقل انا تقريبا في قبل يعني في ديسمبر وفي سميتو في نوفمبر ولينا كنشوفوا بيشنت اللي هما تيجيو بحالات ما تنعرفوش الاشعه ديال الصدر كيكونوا انفلتريت بوت سايد، يعني كيكون بزاف ديال الباتش، وكتشوفي في التحاليل ديال الدم تتشوفي حالات اللي هما كيكون عندك واحد الليكوسايت اللي هي واحد التحليله ديال الكريات البيضاء طالعين، وكيكون اللمفوسايت يكونوا هابطين بزاف، وكيكون الفيراتين مهرس بزاف تيكون عندك طالع، وكيكون عندنا واحد المهم شي حوايج اللي هما في يعني ما فاهميش المصدر ديال وحنا كنقولوا يعني اشنو هاد شنو هادشي اللي تيدير. في الاول كنقولوا راه الفلو غير نموذج من الانفلونزا اللي هو ستون، وكنغطيو على الانفلونزا تنغطيو بالانتيبيوتيك على النمونيا تنغطيو بحال انتي كتحطي اي الاعراض غطي جميع الاعراض، وحنا ما عارفينش شنو كيجرى يعني حتى من بعد عاد ولينا this is like covid this is covid oh my god this is covid. كيفاش دوزتي التجربه؟ كيفاش كنتي كتفيقي الصباح وكتمشي للخدمه وكتعاملي كيفاش هو تصورات عائلتك في المغرب الى غير ذلك؟ ملي كتوصل لواحد الوقت اللي كتقول صافي هذا ما غاديش نحط فيه يدي لانه صافي ما عندي كيفاش ندير ليه غير خليه يمشي عند الله. فهو دير ان لو سيستيم سانيتير
إيه اللي فايت يعني صافي ما بقاتش حاجه ما بقات خدامه فيه. دوكا ملي كيجي عندك ماشي غير مريض واحد في 100، ملي كيجيو عندك 7 ولا 8 ولا 10 ديال المرضى في النهار وكتخليهم يموتوا هكا كنت ما عاجز ما قادر دير والو، يعني صافي لو سيستيم سانيتير صافي راه سالا. دونك خص تكون عندك واحد الشخصيه قويه انه واحد الوقت ما بقيتيش كدير غير لو سيرفيس ديالك وصافي، واحد الوقت ولي تخدم حتى سيكولوج للناس اللي قدام مني كيشوف سورتو لي طالي كانت مضره بزاف، لانها بحال كنقولوا لو بيي زيرو، اول دوله تكتشف ومنتشر فيها هذا المرض. يعني اي دوله جات من ورا ليطالي كان عندها واحد لو مينيموم ديال بريكونسيون، كانت عارفه شويه كانوا سامعين. يعني ليطالي اللي عطاتنا التجربه هي اللي بينات لنا الفيروس شنو ممكن يدير، راه حيت مالوغوزمون ما تخدمش ما بون مالوغوزمون كلشي كان هادشي كنقولو ابخي، مي افون واحد ما كانش عارف، دونك ما كانش شي احتياطات اللي كنت تقلات في الاول، كان ممكن بزاف الحوايج غادي يتبدلو.